شوفكم على خير. الجديد اللي راح تشوفونه السنه في تلفزيون الراي غير برنامج المسابقات راح يكون برنامج خفيف طينه بعد الفطور، اللي راح يقدمه شخص كلكم تعرفونه عن طريق السوشيال ميديا، ولكن اول تجربه حقه راح تكون بالتلفزيون عن طريق الراي. عبود كياكم، شوفوا البرنامج الكوميدي. شو ترجع من مضحك الطيب؟ صباحكم مي حلو اللي ما راح تشوفوا الناس بحياتكم، تخيلوا. لا خالي واضح ما سكت عنا، وين عاد بودكاست اكسباك وحكني حامل من الدعايات. يا عبودك بتشرب ايه؟ ده بيعمل ايه؟ ده فيتار، ده بيزيد الوزن. شوف كده شايف كده وزنك زين. يزيد وزنك تمام. انت زيد وزنك تروح شايله كده، يبقى كده زاد وزنك عبد الله. ده مش كده عبود؟ حبيبي حطه كده، ده بيتاخد بالمقادير. شنو قلت لي؟ مقادير. سمعت مقادير انت؟ مقادير. داود حسين؟ لا ربع يا ربع اصحاب فقولا. شو بسر؟ مامو؟ بليز بليز اني ناخيك بصوره. وين بكتر؟ لا وين؟ ياكم عبودكي، شلون التجربه من السوشيال ميديا للتلفزيون؟ اول شيء انا ترى حدي متوهق اقوى شيء. ليش؟ معنا بالتليفون اكثر منهم 17 مره ستيو صدق يخرع. ياكم عبودك شنو فكرته؟ فكره البرنامج يعني يكون كوميدي الى مسابقات لحد ما يعني ليه؟ وجوائز، وان شاء الله نونسكم وتشوفون شيء جديد ما مر عليكم. يعني اتوقع انا اول واحد سويته بالعالم. بالعالم عاد دواب تارا. راح يكون في ضيوف عبودك ولا لا؟ ما اسمع. راح يكون في ضيوف معاك بالحلقات؟ راح يكون. شوف هو 30 حلقه. ايه كل حلقه منطقه. حلو. اتكلم عن المنطقة، متى تأسست، شنو الشخصيات المهمة المنطقة. يعني في ضيوف مبل يعني حاتمين على قولتهم. لا اول ضيف لا تقول، لا تقول، لا تحرق، الناس تنطر مفاجآت. والتصوير راح يكون انت شكيت ترى. اقول لك بس ما راح نقول ولا شيء. ما راح تقول شيء ولا مفاجأة. زهرة راح تستضيفني ولا لا؟ اي راح اخليك حلقة 15 عندك القرقعة ببيتكم. لا ان شاء الله بالتوفيق عبودكي. وبتابعوا التلفزيون، عبودكي راح يكون معاكم بعد الفطور ان شاء الله. ومشكورين قناة الراي صراحة، وراح تشوفون شيء انت اللي احبك، راح تشوف شيء ما مر عليك ان شاء الله. يعطيك العافية عبودكي.